مستمعاً إلى شكاوى المواطنين، استهل وزير الداخلية بسام مولوي الجولة التفقدية لسير العمل في نافعة الدكوينة بعد أسبوع على إعادة العمل جزئياً. مولوي أكد أن هذه الخطوة هي بداية مكافحة الفساد. هالهيئة يلي جرت فيها بيعرفوا كل المواطنين مكافحة جدية للفساد. هيدي الهيئة يلي اليوم خالية من الفساد، هيدي الهيئة اللي اليوم على رأسها سعادة المحافظ كمدير عام للهيئة والعائد علي طه كرئيس مصلحة، عم يشتغلوا مع كوكبي من الضباط والرتبة المختارين من قوى الأمن الداخلي حتى يخلوا علمهم يكون بخدمة المواطنين. قوى الأمن الداخلية التي تساهم في تسيير أمور النافعة كانت محل شكر من قبل وزير الداخلية. القوى الأمنية دائما جاهزة للخدمة، مثل ما شعار قوى الأمن الداخلي ثقة وشراكة وخدمة. قوى الأمن الداخلي هن قد الثقة، قوى الأمن الداخلي هن شركاء المواطنين بكل إصلاح وبكل تقدم وبكل نظافة للإدارة. في المقابل اشتكى بعض المواطنين، ولكنهم أبدوا في الوقت نفسه تفهمهم للأوضاع التي تمر بها المصلحة. كتير ممتاز كبداية، كتير ممتاز، شيء منيح. بدنا نطرنا شي شهر زمان تنحط علامة، ونحن تحت القانون وبهمنا القانون، بس بهمنا اللي لازم ينفذوا القانون ينفذوه. في نطرة، في عجقة، مع الوقت بتحلحل. أحلى بتضل مسكرة. الوقت عم بكون كتير قليل، لأن لهيك ضغط لهيك شغل مفروض يفتحوا على القليل للأربع خمسة مينيموم، لأنه حرام العالم عم تنظلم هيك وعم نترك أشغالنا وعم نترك كل شيء. إجراءات منتظرة من شأنها تخفيف الأعباء على الناس تعمل عليها لجنة متخصصة. نحن تدريجياً رح نفوت بالجو، وبعدين بتصير تخف شوي شوي، وبعدين بصير في إمكانية أنه يسجل واحد سيارته بدون ما يشعر بهذا الضغط. الإجراءات التالية اللي عم تقوم فيها الإدارة من ناحية تبسيط المعاملات، مشان هيك نحن نتمنى يعني على الجميع أنه يطول باله لحتى نقدر نطلع هيدي القرارات. وبالتوازي مع استلام اللجنة الاتهامية التحقيقات في ملف النافعة، والذي يعتبر من أكبر ملفات الفساد التي فتحت في السنوات الأخيرة، انتهى العمل على دفتر شروط لإعادة فتح مراكز المعاينة الميكانيكية.